الشهيد الجلالي بن عم مشرف اليوم يعني بالضبط على الساعة الرابعة إلا 10 دقائق يعني استبشرنا خيرا بنتائج شهادة البكالوريا ونسبة يعني محققة من طرف الثانوية هي تقريبا 68% وهي نسبة مشرفة جدا. كما يعني أبارك لجميع التلاميذ ولجميع تلاميذ الوطن وخاصة تلاميذ المؤسسة على هذه النسبة المشرفة جدا، يعني وهذا يدل على الجهد الذي كان مبذول خلال العام الدراسي واللي مر في ظروف جيدة وظروف حسنة مقارنة بالسنوات الماضية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للتلاميذ يعني اللي ما حصلوش عليه في العام المقبل إن شاء الله، وألف مبروك لجميع تلاميذ الجزائر. أستاذ زروق الشيخ أحمد أستاذ الهندسة المدنية على مستوى ثانوي تكيالي بن عام، نحن فرحون بالنسبة التي حققناها هذه السنة ألا وهي 76%، نسبة مشرفة للثانوية، وهذا نتيجة الجهد الذي بذله أساتذة الشعبة طيلة السنة وانضباط التلاميذ كل لبي النجاح، ونتمنى لهم كل التوفيق في مسارهم الدراسي وحتى في مسارهم المهني. وشكرا.